نعم. لأن القانون لا يقر بعقود المشافهة إلا إذا أقرها المتعاقدان أمام القاضي المختص، إنما لا ينظر إلى العقود التي لم تحرر بشكل رسمي. وبالتالي منذ سنة 1931 في شهر أغسطس وأبطلت عقود المشافهة، عصر التعاقد الشفوي انتهى إلى الأبد في أغسطس 1931. يعني في كل شيء أصبح كل شيء لابد له من مستند، في المواليد، في التعلم، في التخرج، في الوفاة، في التعامل، في الشراء، في البيع، في العقود، في الإجارة، في الشركات، في المفاوضات، في كل شيء يعتمد فيه على ما يتم تحريره وتوقيع أطرافه. وعقد الزواج من أشد أنواع العقود احتياطا في المجتمع المصري، في القانون المصري، أعتقد في جميع قوانين العالم، لكن دعني أتكلم عن القانون المصري. نعم. لأن عقد الزواج قبل 31 كان مشافهة، ثم ارتأت الدولة أن يكون مشافهة بعد حالات الطلاق اللي كثرت حاليا. يا فندم، هل من الواجب أن احنا نأخذ بالطلاق أو توثيق الطلاق حتى يعني لا توثيق الطلاق سيضمن جدية المطلق ويضمن حقوق المرأة ويضمن حقوق الأبناء ويضمن عدم اكتظاظ المحاكم بألاف وملايين القضايا التي لم ولن تنتهي، وسيمنح حالة التشحن الاجتماعي، وسيضع كل إنسان أمام ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وسيضع الولاية التعليمية موضع العناية القانونية حتى لا تضيع الأولاد بين خلافات الأبناء الأبوين، وحتى لا يتحول الأبناء إلى بارود في معركة متبادلة بين التراشق بين المطلق والمطلقة، وحتى نحفظ للجميع حقوقهم، وحتى لا يتدخل الذين يتكلمون في وصايا دينية بخطاب ديني في أمور لا يجوز لهم أن يتدخلوا فيها، وحتى نحفظ للمرأة حياءها، وحتى نحفظ للمرأة كبرياءها، وحتى نحفظ للمرأة حقوقها. كل هذا لن يتم مشافهة إطلاقا، ولن يحمي المرأة في بلدنا بعد قوة الله إلا القانون. شكرا لحضرتك.